السلام عليكم، مرحبا طلاب. محاضرتنا اليوم ان شاء الله حتكون عن موضوع البودي بلوت باستخدام او تمثيل البودي بلوت باستخدام برنامج الماتلاب. من خلال هذا الموضوع راح ارسم الماجنيتيود والفيز لاي معادلة للسيستم. طبعا اي المعادلات اللي حاخذها من السيستم راح تكون مكتوبة بصيغة الاس بلين، اي بدلالة الاس. تعلمنا بالمحاضرة السابقة كيف ممكن أمثل أي سيستم عن طريق سواء كان طريقة الترانزر فوكشن اللي هي TF أو الطريقة الثانية اللي هي ZPK. قلنا نستخدم إذا كان السيستم مالي البسط والمقام وموزع على أقواس مثل S زائد 2 S زائد 3 وما كان عندي S تربيع، فهذه الأفضل أن أستخدم الكود مال ZPK كون أن المعادلة مال السيستم مقسم على 0 وبول وجين. أما إذا كان عندي S تربيع بالبسط والمقام، يعني إذا كانت خلينا نقول الأقواس موزعة، فهون الأفضل أن أستخدم الكود اللي هو TF اللي يرمز إلى Transfer Function. أما إذا كان مثلا عندي البسط موزع والمقام أقواس، فهون أو بالعكس فهوني لازم احتاج ايش، انا اوزع الاقواس، انا اعملها كلها مثلا بدلالة التربيع، كلها تكون الاقواس موزعة، لان انا ما ممكن مثلا نستخدم للبسط ZPK وللمقام ترانزفر فاكشن، لازم اوحدها، اما تكون كلها بالاقواس واما كلها تكون موزعة. هذا كل الكلام، هذا ملخص المحاضرة السابقة اللي تعلمنا بينه كيفية تمثيل اي سيستم. اليوم ان شاء الله ناخذ نتكلم عن موضوع البودي بلوت ونرسم الماجنيتيود والفيز. هون عم يعطيني سيستم يقول واحد على هذا بالبسط، بس فقط عندي واحد بالمقام، عندي S زائد 2 و S زائد 4، ويقول لي ارسم او جد البودي بلوت الخاص بينه. اوكي زين، عشان امثل هذا ZPK ولا ترانزفر فاكشن؟ اكيد ZPK لانه موزع هذا الجين وزيرو ما عندي، وهذول ايش نم؟ هذول بول، عندي بول 2 بول يعني 2 بالمقام، 2S بالمقام. زين راح اجي اسمي السيستم SYS تساوي ZPK. قلنا اول شي ندخل قيم الزيرو. هوني لو كتبت الصفر اش راح ياخذ؟ راح ياخذ لي انه عندي زيرو اللي هي قلنا S بالبسط، راح ياخذ انه عندي S بالبسط، يعني يحط لي S عادي اوكي تساوي صفر. فالمفروض انه ما اخلي كل شيء هوني، وهسه راح اوضحها، يعني حخلي صفر وبعدين ترشان شرح نلغيه. البول ايش قد عندي القيم مالهم؟ لو رجعنا هاي ايش قد قيمته؟ S زائد 2، قلنا الاثنين تبع الطرف الثاني، فصير ايش قد؟ سالب 2، وهاي يصير سالب 4. ايضا وضحنا هذه بالمحاضرة السابقة كلها، سالب 2 سالب 4. باقي لي قيمة الجين ايش قد عندي؟ 1. اوكي اصدق قبل شيء، قبل ان نرسم البودي بلوت دائما شغلوا السيستم مالكم وتاكدوا هل يطلع نفس اللي معطيكموه بالسؤال. هسه خلينا نشعل، ما طلع نفسه. ليش ما طلع نفسه؟ لان نقارن هذا مع هذا، انا بالبسط ايش عندي؟ عندي واحد. هون ايش طلع عندي؟ طلع عندي اس. ايش قرا؟ قرا عندي هذه ايشني؟ هذه زيرو ات اوريجين، يعني زيرو هذه الاس لو سويها بالصفر يعني عندك S بالصفر. ليش انا كتبت S بالصفر؟ فالمفروض ايش عمل هسه؟ المفروض حتى الصفر ما تخلون، تخلوها فارغه، تكتبون الاقواس المربعه ما زيرو بس تخلوها فارغه، دلاله على انه اصلا ما عندكم زيرو لهذا السيستم. هسه تشغل اوكي، هسه نفس السيستم المعطيني هو، هسه تبدي ترسم البودي بلوت. يعني انت علش السيستم مالك غلط، وبالتالي حتى كل الرسم البودي بلوت وكل شغلك اللي بعده راح يجي غلط. فانت حاول ترسم السيستم، شغل البرنامج، اذا طلع السيستم صح كمل شغلك، اذا ما طلع صح ممكن ايش تعدل علينا. زين عشان ارسم البودي بلوت وحستخدم اعاز بود BODE، انتبهوا لازم كلها تكون سمول. افتح اقواس دائري واسجل اسم السيستم نفسه، ايش سميتم انتم السيستم مالكم، تدخلونه تشغلون. طلع لي رسم، هذا رسم مال ماجنيتيود وهذا الرسم مال ايش، هذا الرسم مال فيز. اوكي ممكن تضيفون هذه
grid on اوكي هسه فتح الرسم مالكم اللي بالاعلى هو ايش للماجنيتيود مكتوب هوني واللي بالاسفل هو رسم الفيز حال حال الورق اللوغاريتمي هكذا يكون خلصنا موضوع البودي بلوت طيب اكو فد حركات جانبية ممكن تجيني اكو فد اضافات اكو فد اسئلة اضافية مطالب اي نعم مثلا لو تذكرون موضوع التوبيليشن اللي هي طريقة الجدول نحن نظريا لرسم البودي بلوت عندي طريقة التوبيليشن وعندي طريقة الاناليتيكال طريقة التوبيليشن مال الجدول كان يقول مثلا جدول الماجنيتود والفيز عندما اوميجا تساوي 0.1 عندما الاوميجا تساوي 1 عندما الاوميجا تساوي 10 100 و1000 تذكرون كنا كل شويه نعوض قيمه اوميجا كنا نطلع فد معادله ونعوض مكان ال W او الاوميجا 0.1 مره 1 مره 10 مره 100 مره 1000 هذا الشيء ممكن ايش تعملونه اللي هو المطلب الثاني اللي عندنا هو يقول له اعطاني اوميجا 0.1 1 10 100 1000 كيف ممكن ارسم السيستم مع هذه الصيغه دخلني ايش قد ارسم لك لو نجي على السيستم رسمه مع كل اجزاء الاوميجا الاوميجا اللي هي المحور الافقي اوكي اذا بدي ارسمها مع محور معين فايش راح اقول اعرف اوميجا المعطيني هي افتح قوس مربع هيك متسعة او عفوا ماتريكس مصفوفة يعني ادخل القيم المعطيني هي 0.1 1 10 100 1000 اسد قوس مربع اقول له ارسم لي البوت خلي اوضحها فارجع اقول له ارسم لي بوت السيستم مع فارزة مع منو مع الاوميجا هسه ايش راح يصير عندي هكذا الرسم مالكم راح يطلع شوية مكسر اللي هو الرسم مال ماجنيتيود او عفوا رسم السيستم مالكم عند كل اما نقطة دق هذه ايش قد هذه الواحد 10 أس 0 1 هذه العشرة أس سالب 1 هذه 0.1 هون عند العشرة هون عند المئة وهون عند الألف أوكي فيطلع لكم هكذا الرسم هكذا رسمناه مع الأوميجا الغيدة طيب لو مثلا طلب القيم يعني قال لك جد الماجنيتيود عندما أوميجا تساوي 0.1 جد الماجنيتيود عندما الأوميجا تساوي 1 هاي نفس طريقة الجدول هذا جدول هاي طريقة الحل بالنظري كأن طريقة الجدول وطريقة الأناليتيكال طريقة الجدول راح تكون هكذا أني أعطيك مثل ما هسه رسمنا بالماتلاب قيم أوميجا 0.1 1 10 100 1000 حسب ما هو يعطيك ممكن حتى مثلا قيم 5 6 هاي بقى بكيفه هو أنت ما عندك إشكال ما دام الحل بالبرنامج الماتلاب راح يكون حل سهل القيم اللي ممكن تطلعها أشني الماجنيتيود بالوحدة الأصلية الماجنيتيود بالدي بي وعندك الفيز بوحدة الراد على السكن كيف اطلع هذول الثلاث قيم هسه راح نجي على نرجعوني ايش راح اقول افتح قوس مال ماتريكس مصفوفة او منتجة حسب ما سموها انتم فاقول عندي ماجنيتيود رجع لي ماجنيتيود ورجع لي بي اتش اي اس اي رجع لي الماجنيتيود والفيز تساوي من ايش يرجع لهم رجع لهم من رسم السيستم مع الاوميجا اوكي يعني ايش راح يعمل راح نجد قيم الماجنيتيود والفيز من اي شيء انا ممكن اجدهم من رسم السيستم نفسه مع قيم الاوميجا الاوميجا اللي 0.1 1 10 100 الف اوكي زين هسه ممكن ان اشغل السيستم مالي ونشوف ايش راح يطلع لنا الرسم ظل مثل ما هو اوكي ما عندي اشكال اجي على القيم اللي طلعت عندي القيم راح تطلع طبعا بالكوماند ويندو راح الاحظ عندي ماجنيتيود 1 ماجنيتيود 2 ماجنيتيود 1 هو اللي يقصد بين الماجنيتيود عند اي قيمه اول قيمه عندما ال 0.1 طلعت لي 0.12 الماجنيتيود الثاني عندما الاوميجا عندما الاوميجا تساوي 1 هلقت قيمته انزل جوا بعد ما خلصته يبدي الفيز الفيز ايش قد بدا يقرا عندي سالب 4 عندما الاوميجا ايش قد هنا امشي بالتقدير او بالترتيب عفوا 0.1
عندما الأوميجا واحد تطلع سالب 40 في سالب. طبعا هذا غير سيستم، يعني انتم لا تدخلون على القيم، نحن بس عن نشرح على الجدول. أوكي، هذا سيستم ثاني عن اللي عن نشرح علينا. قيم الفايز عتطلع اللي هي ابقي هذه الخانة، يعني ممكن ايش ان انتم تاخذون وتسقطون قيم الفايز بالجدول. انا قلت ممكن يجيكم جدول وانتم بس مجرد تحطون القيم بعد هذا التنفيذ. اوكي، وينه هذا؟ فهذا القيم من الفايز راح تنزلوها وحدة وحدة بالترتيب. هاي عند الـ 0.1، هاي عند الـ 1، هاي عند الـ 10، هاي عند الـ 100، وهذه عند الألف. قيم الماجنيتيود عتطلع بإما صيغة من الجدول، عتطلع بإي هذا اللي هي البدون وحدة، لكن على الأغلب هو يطلب إيش؟ يطلب الماجنيتيود بالدي بي. عشان أجد الماجنيتيود بالدي بي أرجع أقول له الماجنيتيود، قيم الماجنيتيود شارحة أندرسكور اللي بالدي بي على مدى الصين بالدي بي إيش تعمل لي؟ 20 في لوغاريتم إيش نحول على الدي بي؟ 20 في لوغاريتم القيمة. بس هون اللوغاريتم إيش نعرفه بالماتلاب؟ أكتب لوغاريتم 10، يعني لوغاريتم 10 بين قوسين حط لي قيم منه، حط لي قيم الماجنيتيود العادي. ركزوا، هذا سمونه ماجنيتيود عادي، هذا اسمه شني؟ ماجنيتيود بالدي بي. اوكي، ايش تساوي لي؟ 20 لوغاريتم 10، هاي العشرة لا تنسوها لان كثير تفرق القيم، بين قوسين تحطون ماجنيتيود. هسا اشغل قيم الماجنيتيود، راح تطلع اشطر عندي هذا كوماند ويندو. انا كم خانة كان عندي بالهذه؟ عندي قيم الماجنيتيود العادي، عندي قيم الماجنيتيود بالدي بي، وعندي الفايز اللي هو براد على سكن. لو اجي على برنامج الماتلاب راح الاحظ اول ما بدا عندي قيم الماجنتيود بالوحده العادي. اوكي، يعني خلصوا. اوكي، يبدا شني؟ تبدي قيم الفايز، واخر شيء قيم الماجنتيود اللي بالدي بي اللي هي سالب 120، سالب 80، سالب 40. اوكي، مثلا عند الاشقد عند ال 0.1 اول خطوه كان سالب 18. لو اجي على الرسم هذا عند الـ 0.1 تقريبا سالب 18، هذا الصفر وهو تحت الصفر إلى الأسفل، فأشقد 18. هذا قيم الماجنيتيود بالدي بي، وهذه قيم الفايز. ممكن أن تملون الجدول وتخلصون. زين، باقي بس ملاحظة أخيرة وهي في الإضافة. مثل الماجنيتيود، أنا مع هاي الماجنيتيود القيمة العادية، هذه عملتوها ماجنيتيود بالدي بي. الفايز ايضا اكو فد تعديل علينا، انه مرات يطلب انه ما تجد هذا الفايز، الفايز ايش قد تطلع قيمه؟ قيم الفايز تطلع عندي 146.8. اوكي، فيطلب قيمة الفايز مقربة، فاش راح نستخدم؟ نستخدم اعاز راوند. حسب الشيت يقول ممكن نقرب قيمة الفايز الى اقرب قيمة باستخدام هذا الاعاز اللي هو الفايز راوندر، اللي هو اشني؟ يعني فايز راوندر قيمة الفايز المقربة، الإعاز اللي هنستخدمه هو إعاز راوند. اوكي، خلينا ننسخ هاي كلنا. اوكي، قيمة الفايز المقربة خلينا نحذفها لان نكتبها قدامكم، ROUND راوند الامشي لقيمة الفايز. هسه هتطلع لي بدون كسور. اذا طلب انه يعني قيمة الفايز تجدوها، هي قيمة الفايز المقربة مثل ما بالشيت، راح تجون دون هذه القيمة. اوكي، هسه قيمة الفايز اللي راح تطلع عندي بدون كسور سالب 180، سالب 147 مثل ما عنا شو قدامنا. اوكي، زين، تقريبا هسه وصلنا لنهاية الشيت. اكو فد ملاحظة اخيرة فقط عندي عندي بعض التمارين، يقول ارسم سيستم مع الثاني. اوكي، عشان راح نرسم سيستم مع الثاني، راح نحذف هذي، نيجي نعرف مثل ما هو طلب من عندنا. السيستم الاول معرف بالبسط عندي اس زائد 5، بالمقام عندي اس زائد 10، و اس زائد 100. سيستم يساوي لي، زين، حسب برايكم نستخدم زد بي كي ولا ترانزفر فانكشن؟ هستخدم زد بي كي كون ان المعادله معطيني هي على شكل اقواس والاقواس ما موزعه، هستخدم طريقه الزد بي كي.
اوكي اشقد قيمة الزيرو عندي سالب 5 بالمقام عندي سالب 10 وسالب 100 باقي قيمة الجين اشقد 1.80 لان الواحد دائما موجود نسمع ان شاء الله اوكي اس زائد 5 اس نشغل نتأكد السيستم مالي اشغل اتأكد من السيستم مالي السيستم مالي نفسه اللي معطى اذا في حال اريد ارسم البود البلوت لهذا السيستم راح تكون بهذا الشكل. طيب خلي اخذ فد سيستم ثاني. خلينا ناخذ نرسمه مع هذا مثلا. هذا هو نفس السيستم. كلهم طبعا نفس السيستم. هذا نفسه بس اشني ما عندي زيرو بال ما عندي زيرو بالبسط. يعني ننسخ هذه المعادلة. راح اغير اسمه على المود لاين حذف لان ما يصير اثنين ما يصير عندك اثنين بنفس الاسم هذا صار سيستم هذا سيستم واحد هذا ما بينه زيرو فراغ اوكي زين نتاكد من ان السيستم صح رسمناه سيستم واحد هي انا اوكي ايش قال لي قال لي بلوت ذا بود بلوت فور سيستم هذا فور سيستم العادي الاصلي اللي رسمناه فوق مع السيستم الثاني اللي هو هذا اوكي نسيم بلوت يوزنج بوت هذا اللي عايز خش راح نستخدم راح نرسم البود بلوت للرسمين بنفس الفيوجر بنفس الشكل عشان جيب البود بلوت انا ما عرفت سيستم واحد وسيستم اثنين اوكي عرفت سيستمين عندي راح اقول البود السيستم الاول تكتب اسمه مع السيستم الثاني خلينا نضيف اعز جريد اون ايضا اعز جريد اون يطلع لي الورقة مثل تخطيط اللوغاريتمي اوكي هسه ايش طلع عندي طلع عندي اثنين رسمين بال ماجنتيود ورسمين بالفيز ايش نتوقف هذا الرسم للسيستم واحد للسيستم اثنين بمجرد ما انت تدوس عليه نوح يطلع لك اسم السيستم مالك هذا السيستم الاول اللي بلا واحد وهذا ايش اللي هو الاصلي وهذا السيستم سيستم واحد اوكي هذا الفرق ما بين الرسمين زين هوني مثلا يقول لك هذا استقر وين الازرق اللي باللون الازرق استقر على اي قيمة بالنهاية استقر على 90 ليش على 90 لان انا عندي 2 بول خوش ينزلون بالنسبة للأزرق عندي 2 بول كل واحد ينزل بمقدار 90 90 و 90 سالب 180 لكن بنفس الوقت عندي فد 0 يطلع لي فوق فاش راح يصير مثلا هذا الزيرو هذا الزيرو اللي سالب 5 راح يلغي السالب 10 ليش لان هذا يطلع هذا يطلع موجب 90 وهذا ينزل سالب 90 المجموع ايش قد راح يساوي 0 فبقى بس تأثير منه إذا سالب 10 وسالب 5 واحد لغى الثاني بقى عندي فقط السالب 100 بالتالي السيستم راح يستقر بفعل واحد من البول فقط لأن اكو بول لغى 0 السيستم اللي بنوضح باللون الأخضر استقر بال 180 ليش بال 180 لو رجعنا على هذا السيستم الثاني هذا ينزل سالب 90 بالفيز وهذا ينزل سالب 90 بالفيز ايش قصة عندك سالب 180 نزول عندك فد شيء صعد عندك فد شيء بالزيرو ما عندي اي شيء قبل شوية واحد من الزيرو كان عندي واحد زيرو فبالتالي لغى واحدة من السالب 90 هسه كل شيء ما لغى لك من السالب 90 فبالتالي ظلت اشني سالب 90 وسالب 90 سالب 180 وبالتالي طلع الرسم مالك بهذا الشكل هذا الكلام اللي تكلمنا عنه ليش لان هو يقول بعد ان ترسمهم what is different between them prove it theoretical نظريا إذا طالب حل نظري فراح تحتاج حل نظري ما أتوقع يطلب حل نظري يعني لأن يجوز الوقت قليل بس نحن هسه جاوبنا على هذا الفرق بيناتهم أوكي وهوني مثلا عندك هذا شو حصير
هذا راح يلغي هذا، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يستقر السيستم مالك عند الصفر، هذا نفس حالة السيستم الأول، أيضا يستقر عند ال، لأن هذا سالب 90 وهذا سالب 90 وهذا موجب 90، فالخمسة تلغي العشرة بس يبقى لك المية، أيضا يستقر عند السالب 90. هكذا يكون خلصنا هذا الشيت، شرحنا كل التفاصيل اللي بينه. أتمنى إن شاء الله تكون الأفكار تكون واضحة، وهكذا وصلنا لنهاية هذه المحاضرة بالموفقية إن شاء الله.